أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق شعر القفا؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن القذع، وهو حلق بعض الشعر الرأس وترك بعضه، سواء من القفا أو من الأمام أو من الجوانب، لا يحلق بعض شعر الرأس ويترك البعض الآخر. نعم، احلقه كله أو دعه كله. نعم.